ترقب حذر يخشى أن ينكسر. هدوء حكم الجبهات على ضفتي شرق الفرات وغربه لسنوات، فرضت التفاهمات نفسها بقوة على جبهات الجيش السوري وقسد شمال شرق سوريا. تداخلت نقاطهم العسكرية وانتشر الجيش السوري لمواجهة تمدد تركي شمال البلاد. هدوء لربما تبدده مساعي واشنطن لخلط الأوراق في سوريا. طبيعة الحدث الذي حصل في قرية حطلة في ريف دير الزور الشمالي هو عمل فردي كما عبرت عنه قسد في بيانها، وهي الحريصة كما هو الجيش السوري حريص على أن لا يحصل هناك أي صدام بين الطرفين، ويراهنان على إيجاد تسوية واتفاق كامل حول منطقة الجزيرة السورية. إلا إذا كان هذا العمل الفردي وفق التحقيقات ممكن أن يظهر ذلك هو من تدخل أمريكي. تزايد عمليات استهداف القواعد الأمريكية شرق الفرات يفتح الباب أمام تحرك أمريكي لتحريك واشنطن أذرعها في قسد لضرب استراتيجية عدم الاشتباك مع الجيش السوري. بيان للأخيرة أكدت فيه قصفها مناطق خاضعة للجيش السوري ردا على قصف استهدف القواعد الأمريكية. قذائف صاروخية حملت بصمات واشنطن وأطلقتها قسد. أعتقد أن الولايات المتحدة أرادت قسد برأسين، رأس الأول كي تؤثر على المحور الإيراني، والمحور الثاني أيضا برأسين، محور مع تركيا ومحور ضد تركيا. نتمنى على قسد أن تثبت أنها شجاعة وتفكر بالوطن الذي موجودة على أرضه وعاشت في كنفه. قبل 5 سنوات ارتكب الأسايش في قوات سوريا الديمقراطية مجزرة بحق جنود سوريين، وقد ثبت دور أمريكي في الحادثة التي غابت لسنوات قبل أن تعود اليوم على نحو آخر. قيادة قسد تتبنى قصفا ببيان رسمي وتفتح تحقيقا بحادثة أخرى، ما يطرح مجموعة تساؤلات عن مدى تمكن قسد من الحفاظ على جبهات هادئة مع الجيش السوري. رضا الباشا، حلب، الميادين.